وأسفاه على أن الجزائري يشغل بنقص البطاطا والحليب والخبز وحتى ينسونه في الجوهر، واقتصاد الوطن وسياسة الوطن واتجاهها. شاك رمضان يديروا لنا هكذا، يديروا لنا على الحليب وعلى الخضرة على الخبز، يديروا بينا لاشان، يخدموا بينا خدمة الشعب هكذا. ياك شغل حنا الشعب ماشي منظم، حنا والسلطات راكده وراهي تشوف بعينها. هذه الطوابير تعكس استمرار أزمة ندرة حليب الأكياس في العاصمة، والتي تعود إلى أشهر مضت رغم تصريحات ووعود المسؤولين الذين عجزوا فعلا وبحسب المواطنين عن إيجاد حل لهذه الأزمة. الحليب عندنا طرواج وما جاش الحليب، ورا هذا ورا من لي ريسبونسابل هذوما تاع اونالي هذوما. 50 سنة من استقلينا مازال الحليب مازال ما شبعناهش، الحليب مازال ما شبعناش ولادنا. نجيو الكوفري بساعتين باش نديو الحليب ويكونوا احنا حكام، ما قادرينش يطلقوا بيدهم.